تطعيم الاخوان ها هي طريقه فعاله وقتاله للسمك البوري. المهم التقنيه هذه راه فعاله بالنهار وفي الليل تبارك الله، التقنيه راه ناجحه الاخوان. اخوان السلام عليكم، اليوم فيديو جديد وتقنيه جديده. هي ماشي جديده 100% يعني خدامين بها الاخوان، قررنا اننا نديروا لها فيديو نوضحوها لكم ونشرحوها لكم بالتبسيط المبتدئي. يعني التقنيه هذه عمرنا خدمنا بها في شي فيديو، غادي نخدموها اليوم. التقنيه ديال صيد سمك البوري في الليل اللي غنحتاجوا في التقنيه هي هو اولا بيدلو من الحجم يكون ديال 100 غرام 80 غرام، خدامين جميع البيدلوات خدامين للتقنيه. غنحتاجوا فراشه ديال 10 غرام، يعني كتهز البلومه ديال 10 غرام. غادي نحتاجوا سنار ديال 17 او 18، بجوجهم خدامين، حتى 15 16 على حسب الحجم ديال البوري اللي غادي تستهدف. الا كان البوري غليظ راه غادي تغلط السناره، كان البوري غير صغير يعني الخليولي اللي سارح راه غدير سناره صغيرة. اول حاجه اللي غنديروا غنجيبوا الخيط ديالنا الرئيسي اللي هو جاي من الموليني، هو هذا جاي من الموليني، وهذا غادي للقصبه. غادي ندخلوا الفراشه ديالنا، الفراشه ديالنا كندخلوها بهذه الطريقه. هاد الفراشه هادي 10 غرام ماشي مشكل، تهز 5 غرام 10 غرام، لاننا ما غنديروش البلومه في التقنيه، كنحسبوا قامه. قامه هي هادي عند الرياس يعني متر ونص على حسب الطول ديالك. كندخلوا البوله ديالنا ستار لايت اللي كتحكم لينا الخيط، ما كتخليش الفرشيه تلعب، ديما كتبقى فيكس. كنجيو لتحت كنديروا هاد البيل. المهم راه كنحاولوا نبسطوا للاخوان المبتدئين اللي باغيين يتعلموا لهاد التقنيه، لان هاد التقنيه هادي عمرنا درناها فيديو، حاولنا اننا نديروها فيديو ونتمنى تكون شي نتيجه يا ربي. المهم بالنسبه للربطه ديال البيلدو راه عاديه الاخوان، ما تحتاجش شي ربطه اللي غادي دير وتكون تقنيات ولا. هما كيف كتشوفوا ها البيلدو هنا، ها الفرشيه هنا، بيناتهم قامه تقريبا يا دي الاخوان. غادي نجيبوا الصناره ديالنا مربوطه، ما كتعداش الترقيعه ديالها 15 سنتيم حتى 10 سنتيم. كنديروا الربطه ديالنا حتى هي عاديه كيف كتربط اي سناره. كنجيو كنديروا البيلدو لتحت، كنعبروا ما بين السناره والبيلدو، ما بين السناره والبيلدو، يكون تكون ديما السناره بعيده على البيلدو باش ما تبقاش تخبل لينا معها او تربط لينا معها بحال هكا. هذا هو العبار. غنجيو للخيط الرئيسي، غنديروا سرنيفه، سرنيفه عاديه بحال هكا. سرنيفه اللي كنقولوا حنا سرنيفه لانها غدير لها غتحل، كتجي غنعاود نوضح الاخوان بالبساطه. كدير دوره بحال هكا، كتشد هادو بصبعك، ها هي دوره هنا، ها الخيط الرئيسي من هنا ومن هنا، كتجي لهاد التحتاني كتدخلو من هنا، كتشد هاي واضحه دابا الاخوان، ودرتها بشويه باش تبان لكم. هاي السرنيفه هي هادي، هادي في الخيط الرئيسي. عاد كنجيب الترقيعه ديالي اللي رابط فيها السناره، كنجي راس ديال الخيط كندخلو في السرنيفه ديالي، كنشد الخيط الرئيسي كنطلع كندير الربيطه. الربيطه هي عاديه الاخوان اللي غتكون كوليس كتمشي وتجي، واحد جوج ثلاثه هاي الربطه. عاد كنجي للسناره ديالي، ها هو كتبان لكم السرنيفه وكتبان لكم السناره وكتبان لكم الربطه ديال الترقيعه. كنسحب السناره، هي اللي كنسحب، كنشد الخيط الرئيسي من هنا وكنسحب السناره. ها هي غاده، ها هي غاده، انا سحبتها ما حد دينا كنزير وهي كتشد بلاصتها. عاد كنجي لتحت والخيط الرئيسي التحتاني اللي شاد في البيلدو كنسحبه باش يسد لي على الخيط. دابا هذا الخيط هذا كيبقى فيكس هنا، هادي كتبقى فيكس، فيكس حيت شاده هذيك السرينيف، ما كتمشي ما كتجي، ماشي كوليس. ديما كنبغيها تبقى لاصقه باش لا ضربت عليك الحوته ما تجرش لك السناره تهبط لك البيلدو وتخبل لك العقدات وداك الشيء، ولا تطلع لك عند السنارات الاخرين. لاننا غنديروا السناره هنا، غنعاودوا السناره اخرى هنا، وغنعاودوا السناره اخرى هنا، وغنعاودوا السناره، خمسه السنارات اللي غنديروا في التقنيه، خمسه السنارات اللي غتحتاج كاملين كدير فيهم الخبز ديالك وكتلونسي على بركه الله. المهم نكملوا المونتاج ديال السنارات ونرجعوا لكم. المهم الاخوان دابا وصلنا لمرحله الطعام. الطعام شنو كنحتاجوا فيه؟ كنحتاجوا فيه
كومير او باريزيان يكون شويه رطب، يعني بمعنى انه يكون لاوي، دايروا كتاخذوا من عند مول الحانوت كتحطوا في ميكا واحد 3 السوايع 4 السوايع كيولي رطب. كناخذوا طريف على هاد التقاد هذا يكون غير صغير بحال هكا، كنشدو كنطويه، كندير الصفر لداخل والبيض يبقى على برا، كنورك عليه بحال هكا، كنطعم عادي التطعيمه ديالي، كنخلص الصناره كنخرجها. هاي خرجات من هنا، كندور هاي الصناره كتبان لكم، بلاش نوضح لكم الصناره مزيان، هاي كتبان لكم الصناره الاخوان، ماشي هاي واضح دابا الصناره خرجناها. حنا راه كنحاولوا بما امكن اننا نوضحوا لكم ونبسطوا لكم قدر المستطاع. كندخل الصناره ديالي هاي صافي، الطريف اللي زيد كنحيد. هاي دابا هذه الطعمه الاولى، هذه الطعمه الاولى، غنمشيو على هذا النحو وغنطعموا هاد 4 الصنارات ونوريكم كيفاش تلونسيو ان شاء الله. المهم الاخوان راه ما هادو التطعيمات، هاد الصنارات كيف كيبانوا لكم ها هما التطعيمه، راه كنمشيو على هاد النحو هذا، الفرشيه الفراشه البيضو تحت الصنارات ديالنا. دابا على بركه الله غنلونسيو، نتمنوا شي بوريك غادي يا ربي اللهم يسر. المهم التقنية هذه راه فعالة بالنهار وفي الليل الكوشطات يعني راه خدامة الإخوان. اللي بغينا نوضحوا لكم، حنا غادي نحاولوا باننا بما امكن اننا نشدوا بوريه دابا الى يسر فيها الله، وغادي نكملوا في الليل ديالنا ضروري حتى هو، وغادي نوريكم النتيجه والحصيله ان شاء الله. خليكم في الفيديو. على بركه الله شيفاني بوري شاخره بارك الله اللهم يسر معلم بداية موفقة. وي خبز اخويا الخبز تبارك الله، التقنية راه ناجحة الاخوان كما وضحنا لكم. هاد الفيديو راه خدامة نهار وليل، اول تحيطة جاب الله اللهم بارك صراحة بوري ما شاء الله ما شاء الله. هانت معلم الرئيس ناجح. هاد التطعيمة الاخوان ها هي طريقه فعاله وقتاله لسمك البوري. هاي الفرشيه هنا مبعدينا شويه، ها الصنارات قول لي ما يجيش لها البوري، كلشي لهاد القريعه هادي. القريعه هي اللي كتنوب على البيلدو، كتنوب على البيلدو ياك البيلدو ما عندناش، درنا قريعه ودرنا فيها غير شويه ديال الماء، شكون شويه ديال الماء شويه ديال الماء مال الله واحد. ها واحد البوريه المباشر بارك الله اللهم بارك. بارك الله بارك الله اللهم بارك في ذلك. ترغول وراو الصنارة وراو الصنارة واش هاي الصنارة حصيلة اليوم اللهم بارك. اليوم كاين غير الدرعي ديال الفقراء.
هو هذا البوري باقي كيفركر، اللهم بارك. وكاين الشرغو، خا الشرغو قليل، كاين هاد الحبة اللي غليظة شوية. وهاد الدرعي ها هو كل فوطرة مخبي بيناتهم تا هو، خا مابينش السمسار. المهم الله يجعل البركة، اللهم اللهم هادشي ولا والو اخويا. اه يا شيباني،